الخير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوبوب نيوز. غادي نتقاسموا معكم فيها مجموعة من الأخبار ونحاولوا نقربكم من جديد مبدعين مغاربة كتبغيوهم وعزاز عليكم. البداية مع صميد وغيتكلمنا على كرة القدم وتنظيم كأس العالم. كرة القدم وأرقام تخص تنظيم كأس العالم والطلبات اللي قدموها الدول لأجل تنظيم هذا الحدث الكروي الهام نظرا لما له من نفع اقتصادي طبعا ورياضي. فألمانيا هي أكثر بلاد طلبت تنظيم كأس العالم، قدمت طلب ديالها 8 ديال المرات، قدمت جوج مرات، موراها المغرب قدم طلب 6 ديال المرات وغيكون عندهم ان شاء الله تنظيم في 2030. اما المكسيك وايطاليا واسبانيا والارجنتين وانجلترا فقدموا طلب 5 ديال المرات، واكثر بلاد احتضناتهم بين هذه البلدان هي المكسيك بثلاثه ديال المرات. طبعا ملي غنحتسبوا كاس العالم ديال 2026 المنظم مناصفه مع امريكا وكندا. نشوفوا اخبار واحده اخرى. يحتفل مهرجان أكادير الدولي للفيلم الوثائقي في دادوك بالذكرى 15 على تأسيسه بدورة خاصة تسلط الضوء على التقاطع بين العلم والثقافة والسينما الوثائقية. من 7 إلى 12 يونيو ستجمع أكادير صانعي الأفلام ومحترفي السينما وعشاق الأفلام الوثائقية من جميع أنحاء العالم. تستعد مدينة طنطان لاحتضان أجواء احتفالية في الفترة ما بين 26 و 30 يونيو الجاري عبر تنظيم الدورة 17 لموسم طنطان، مشاركة 30 قبيلة للرحال. تظاهرات تحتفي بتقاليد الرحال والثقافة الحسانية مسجلة من قبل منظمة اليونسكو منذ 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. الجزء الثاني من فيلم تاكسي بيض يدخل القاعة السينمائية المغربية اليوم. الفيلم استمرار لقصة الجزء الأول مع العديد من التحولات، مشاركة مجموعة من النجوم المغاربة من بينهم محمد الخياري، محسن ملزي، محمد سريري، محمد شوبي، منصور بدري وآخرون، وإخراج منصف ملزي. فيلم كنت طلعت واعر، ما تنساش راك تاع شايفور ديال التاكسي. من خلال روبورتاج في اي بي باس كنحاولوا نقلكم الكواليس الاعمال الفنيه والابداعيه اللي كتكون في المغرب. هذه المره كواليس تصوير سلسله مسك الليل من اخراج هشام جباري وسيناريو مريم دريسي. سلسله صورت بين مدينتي الرباط وسالا، وهي سلسله تاريخيه تتكلم عن فترة تواجد القراصنة في سلا خلال القرن 17. سلسله كتكون من 4 ديال الحلقات وتعرض طبعا على قناه دوزيم. نشوفوا روبورتاج من بعد رجع. جمهور البرنامج الجميل بوباب، مرحبا بكم في كواليس تصوير السلسلة التاريخية سلسلة مسك الليل على قناة دوزام. اكشن ميكانيك. البلاطو ديال مسك الليل هو بلاطو ديال واحد العمل تراثي تخيلي، قصة رومانسية، مسلسل من 4 ديال الحلقات كل حلقة فيهم ساعة على قناة الثانية دوزام. هو التجربة الثالثة ديالي مع القناة في هذا النوع من الأعمال بعد زهر الباتول وأسرار الليل. تنخدم عائلة وحدة، تكون تنحاول أن ما أمكن نخلي ممثلين مرتاحين، نخلي الطاقم التقني مرتاح، خصوصا هذا العمل تكون مختلفة عن الأعمال الأخرى لأنه فيه واحد مجموعة ديال الصعوبات على مستوى الأكسسوارات، على مستوى الملابس، على مستوى المكياج، على مستوى حتى اللغة باش يتحدثوا الممثلين باش يحفظوا التكست ديالهم، ما خصهمش يخرجوا على التكست، ما خصهمش يرتجلوا بزاف لأنه كاين كلمات بزاف اللي ما كانتش في ديك الوقيتة. وعاوتاني التصوير الخارجي تيكون شوية صعيب لأنه كاين سيارات، كاين أصوات، كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما كانوش، دونك باش ما يكونش هاد الضغط كامل على الطاقم التقني والطاقم الفني تنحاول ما امكن انه الناس نخدموا مع عائله وحده ونحلوا المشاكل كلنا مجتمعين، كل ديبارتمون تيعاون لي ديبارتمون اخرين في الحل ديال المشاكل باش اونسا نعطيو عمل محترم، عمل تيبغيوه المغاربه. ملي تبغي تحط الكاستينغ ضروري عاد تختار الناس اللي تتعرف الامكانيات ديالهم واشتغلتي معاهم، ضروري عاد تمشي تقلب على مجموعه ديال الرواد اللي كان شفتيهم انت ملي كنتي صغير وتتمنى تشتغل معاهم وتقلب على شي دور يقدرهم، وضروري تقلب على الوجوه الجديده. هذوك الوجوه الجديده تقدر مستقبلا تكون من الوجوه المقتدره في الدراما المغربيه، دونك خصك تغامر معها وتعطيها مساحه وتاثرها بشكل جيد جدا باش هي تبدا وتعطي القراصنه كما انت عطاوك ناس مساحه في الاول وثقوا فيه، كما هاد الرواد حنا تنشتغل معاهم لقاو شكون عطاهم مساحه هذه سنين وثقوا فيهم. الفكره ديال سعد موفق وفلان وحنان الخضار ومجموعه ديال الممثلين كانت من الاول من الكتابه انه كان بغينا ندير واحد القصه دي فيها حب ثلاثي، فيها صراع بين الاخوه، وفيها فتاه في الوسط واللي تتفقد الذاكره وترجع بشخصيه اخرى. دونك الاختيار الكاسين كان من الاول ملي كانت الكتابه مع مريم الدريسي، ومن بعد ملي تخلقوا شخصيات عاوتاني اخرين وتطوروا شخصيات عاوتاني فكرنا في الاخرين شكون غيمثلهم، غيثا بن حيون، فتي جمالي، باجيو، مجموعه ديال الممثلين في ريال، مجموعه ديال الممثلين اللي ضافوا للعمل. اكشن. بنتي 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 بنتي
سلسلة مسك الليل غادي تشوفوها قريبا على القناة الثانية، وهي بمشاركة مجموعة من الممثلين اللي استعنجمهم في التلفزة المغربية. كنتكلم على أيوب أبو الناصر، سعد موفق، حنان الخضر، مهدي فلان وآخرون. شكرا لك ابتسام، كنتمنى انكم تكونوا خديتوا وقيته زوينه معنا. يمكنكم تعاودوا تشوفوا الحلقات السابقه ديال بوب اب نيوز وبوب اب شو عبر موقع قناه ثانيه دوزيم مهمه ولا لابليكاسيون ماي دوزيم. السلام عليكم.